السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على المشكل تاع الانترفون مع لا سيرور. كاين بزاف اللي يديروا مونتاج ومن بعد ما يتفتح لهمش لا سيرور، يعني كي تعبز هنا المفتاح سواء في الانترفون ولا الفيديو فون ما تفتحش لا سيرور. هنا عموما هذا المشكل راجع للانخفاض في التوتر، كاين يعني شيد دو طونسيون سيرتو اذا كان في الطابق الثالث ولا الرابع، يعني تريستي تلحق ضعيفة لا سيرير. احنا واش نديرو؟ راح نديرو رولي، نزيدو ان رولي و ترانسفورماتور. ترانسفو يكون لتحت في الريتشوسي، و اذا ما كنتش داير ترانسفو لتحت تزيد واحد اخر لتحت و تزيد رولي وتحل المشكل هذا. احنا واش راح نستعملو؟ نستعملو رولي اوتو يخدم بالدوز فولت دي سي مع بوندو ديود. هذا البوندو ديود اللي هو المقاوم الكهربائي باش نحولو به التيار المتناوب الى تيار مستمر. واذا كان عندكم رولي 12 فولت اسي ما كان لا تستعمل البوندو ديود. دونك هذا هو، نديرو شيما. عندي لا سيرير، عندي ترانسفو، وكاين لو رولي، وكاين البون دو ديوت ولا ريدريسر. دونك حنا في ترانسفو عندي تدخل 220 فولت، تخرج 12 فولت اسي. وهذا الرولي عنده كونتاكت تاعو من ترانسفو، كاين واحد اللي هو الناتر يروح ديريكتومون يعني لا سيرير، الاخر يروح يجوز على كونتاكت تاع الرولي ويعاود يولي لا سيرير. والرولي باش نتحكم فيه، نتحكم فيه من بون دي يعني لي دو فيل لي يخرجو هنا اسي، والمدخل تاعو راح يكون دي سي ولا العكس، المدخل يكون اسي والمخرج يكون دي سي، يعني تجي هنا تيار متناوب تخرج تيار مستمر تروح للرولي. هذا هو الشيما. دونك نحاول نطبق هذا الشيما. عندي المخرج تاع ترانسفورماتور كاين زوج، واحد قلنا يروح مباشرة لا سيري اللي هو الناتر، ولا فاز تاعو تروح للرولي يعني للكونتاكت تاع الرولي. هادو زوج ليكسيتاسيون وهادو زوج كونتاكت. فوالا هذا لو ديرني فيل اللي يخرج من الرولي، يعني المدخل تاع الرولي هنا او هنا يدخل الفاز، هذا اللي يخرج هو اللي راح يروح لا سيرير، يعني هذا اللي نركبه هنا. يعني لاحظوا في الشيما هنا هذا من الزوج احنا راني نخدم على هذا لي دو فيل، هذو اللي رايحين لا سيرير هما اللي ديتهم للبون البون دو ديو باش بدلت التيار رجعتو تيار يعني تيار مستمر، اتاكيت به الرولي اكسيتيت به الرولي، والكونتاكت تاع الرولي هو اللي راح يعطي لي 12 فولت اسي. خلاص هكذا دركا نشغل، يعني نشغل الدارة ونحاول نخدم في بلاصه الخدمه تاع الانترفون، يعني هنايا نكسيتي لاحظ هكذا يتفتح لاسي.
زد سي هاني ها. هكذا راهي تخدم عادي، يعني تولي لا طونسيون تجي من عندها بالكسا، يعني ما تجيش من فوق كامل. ثاني كاين اللي ما يعرفش يبرونشي البون دو ديود، البون او يكتب لك هنايا البلوس، هذايا البلوس معناتها المخرج، هذا الدي سي اللي قابلو منه هو الموا، مي ما يكتب لكش عليه موا، ومنه يكتب لك اسي، واللي قابلو هو النتر، معناتها هذا المدخل تاعو وهذا المخرج. فوالا، نتمنى استفدتوا معنا في هذا الدرس، وإلى درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم.